تصدق وتأمن بالله ورد ده مش راجل، لأنه لو راجل ما كانش جابك ودحلبك وحطني قدامك علشان يقولك أنت مش هتقدر تعمل حاجة، كان واقف قصادك كده، ولولا شوية الغجل اللي كانوا واقفين معاه دول والمصحف ما كان يقدر يعمل ده ولا نصه حتى، ده بيخاف منك. فكها بقى يا حسني بقى. جرى يا حسني، أنت هتعيط ولا إيه؟ كسرني يا ليلى. حسسني إن أنا ماليش لازمة. إن هو ممكن فعلا يدوس عليها بجزمته زي ما قال. فشل. ده أنت سيده وسيد سيده كمان. ده أنا كنت مطمنة بس عشان أنت جنبي. ولعلمك ده كان تمامه ولا يستجري كان يعمل حاجة أكتر من اللي عمله عشان أنت موجود وكان خايف منك. أنت طيبة أوي يا ليلى. وأنت جدع يا حسني. وراجل وسيد الرجالة كمان وكبرت في نظري. ولعلمك بقى هو النهارده قوي بفلوسه وانت بكره هتبقى اقوى منه باليوم مره عشان هيبقى معاك فلوس اكتر منه. هتفكها بقى يا اخي، هي ناقصه نكد، انا ما بحبش النكد، كفايه الجوز اللي مستنيني في البيت. اه والله. عارف يا حسني؟ انت مليت دماغي. اه والله العظيم. أول مرة في حياتي أحس إن في راجل واقف في ظهري ومش خايفة من حاجة. لا مش أي راجل، راجل إنما إيه؟ قمر طول بعرض وحاجة حلوة كده. جرايه يا بنت أنت هتعكسيني ولا إيه؟ بكاية يا عم، والنعمة الشريفة ما حد واخد منها حاجة ولا مستاهل. دي مين دي؟ الدنيا. أكون مين يعني؟ الدنيا صعبة أوي يا حسني. أوي. وخصوصاً على اللي زيي. محلتيش حاجة ولا مال ولا دهر ولا عيلة تستر وراها، محلتيش غير القرشين اللي باخدهم كل آخر شهر من شغل، ومرات أبويا الله يحرقها بتاخدهم مني أول بقى، وأبويا زي ما أنت داري ملوش في حاجة. بس أنت جدع يا بنت هلال. تفتكر؟ والله ما عارفة إذا كنت أنا أصلاً جدعة ولا يعني لازم ابقى جدع، بس هو السؤال انا ما بقاش جدع عليه. يعني انت لو ربنا بعت لك فلوس كتير هتتغيري يا ليلى؟ سؤال وجيه، على حسب. يعني لو معاكي مليون جنيه اوعي تقولي لي ابني جامع ومستشفى واطلع من بقى عمره. لا لا استنى انا هقول لك. انا طول عمري من وانا صغيره نفسي انبسط، نفسي من عيني اروح على بحر كده واشم هوا نظيف وافضل ابلبط في الميه واطلع واكل جيلاتي. والله عندك مليون جنيه تقولي لي بحر وجيلاتي؟ ايه الفقر اللي انت فيه ده؟ ولا فقر ولا حاجه يا عم، انا بشكر ربنا على كل حال. الحمد لله، ده انت لو اديتني شقه فول قد كده اكلهم واقول متشكرين قوي. انا مش عايزه حاجه غير الستر. انا بقى عايز عربيه كبيره 18 باب. اه والله. شقه على النيل هنا كده. شقه ايه؟ لا فيلا. فيلا كبيره قوي. زي بتاعت ابو دير اللي كنا عنده دلوقتي. طب يلا يا اخويا اللي بتحلم، مش هتوصلني ولا ايه؟ انا اتاخرت. طب ما خلينا قاعدين شويه. يا اما انا مستنيني بوز قد كده في البيت دي هتطلع روحي. يلا بس يلا. عارفه لو منك اديها بنيه اجيب اجلها. هيحصل والله، ما تستعجلش، ان شاء الله هشيلها هيله بيله كده واقوم حدفاها من البلكونه اهو نخلص. ايوه كده. قد كنت جنبك. انتي لسه صاحيه؟ خير؟ ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ عندي ليكي خبرين احسن من بعض. يا ريت. تعالي خشي. اقعدي اقعدي. قولي. اولا انتي اشتغلتي معايا يا شيخه. ايوه. ثانيا ايهاب عايز يخطبني. بجد؟ اه شفتي؟ مش قلتلك اول ما هيمشي النحس هتفك. انا مبسوطه قوي مبسوطه قوي يا جليل. انا حاسه ان الدنيا بتفتح دراعاتها ليا. انا حاسه ان انا هخلص كده من الحرق قريب قوي وهطلع بقى على وش الدنيا واعيش. يا بنت هو انت مش عايشه؟ اه طبعا مش عايشين. انت اصلك مكبره دماغك. الدنيا دي عايزه اللي ياكلها اكل، اللي يطويها ويحطها في جيبه،
مش اللي يرضى وينخلها. اقول لك انت من بكره تروحي تشتري هدوم وتنزلي كده للكوافير، عشان هتشتغلي في شركه صاحبها هيبقى خطيبي. شكلك ومظهرك لازم يليق بالمكان، وانا متاكده انك شهر وهتشغلي اللي احسن واغنى من ايهاب 100 مره. هو انت بتحبيه يا سلمى؟ حب؟ والله مش عارفه يا جليله، هو بصراحه يعني اللي بيهمني انه كويس وغني، وبعدين انا هعمل ايه بالحب؟ ما انت حبيتي يا اختي، خدنا ايه غير الهم والغم؟ بقول لك الحب دي كلمه كده بيضحك بيها الفقر على بعضهم عشان يقدروا يعيشوا، انما الحقيقه بقى الفلوس هي الحب. لا يا سلمى مش صح، صدقيني انا. طب انت قلتي ايه لسلامه؟ قلتي له ان انا مستحيل ارجع لفتحي عشان عايزه ابقى ام. يعني حبك لفتحي مهما كان كبير مستحيل يوازي حبك للامومه. بس دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. كل واحد وحياتك. اسمعي مننا، انت لو خلفتي عيل ومش قادره تصرفي عليه هيكرهك، وقليل المسابك وطفش. بس انت كده يائسه قوي. لا انا فاهمه نفسي كويس وعارفه مكاني. لا لا يا عندي، لا انا مش كده. ممكن ما تفكريش بالطريقه دي. انا ما بحبش الموظفين اللي عندي يبقوا يائسين لدرجاتي. امال انا اقول ايه؟ انت سمير بيه؟ بس يا عم كنت انزل الشارع من هنا والشارع كله يقف على رجل، كانت كل رجالة الحارة بتجري ورايا. بس عمري ما اتكبرت ولا كنت اعرف الكبر خالص. اه والله. وبعدين يا خالتي احكي، انما قولي لي هو الحاج كان بيشتغل ايه؟ كان عنده عربية فول، انما ايه؟ زبدة. كانت الحارة كلها والحارات اللي حوالينا بياكلوا منها. اسكتي بقى وجرش ريقي. اسكتي. كان صيته واصل لغاية آخر الدنيا. هقولك، كان يوم الجمعة ياخد العربية ويقف بيها على الكورنيش، وكان بالعافية لما يرضى ياخدني معاه. ليه بقى؟ كان بيغير عليا. وكنت تلاقي بقى العربيات والأفندية اللي لابسين بدل شيك دول واقفين على العربية أمم أمم. وبعدين يا خالتي؟ ولا قبلين يا أختي. بقولك إيه، هو أنت بنتك كانت عيانة؟ تعرفي ليه انا بحبك يا بنتي يا تميمه؟ ليه؟ عشان انت شبه بنتي. ماتت الله يرحمها وهي بتولد ابنها، ما شافتوش يا عين امها. الله يرحمها. شكلي كده يا خالتي قلبت عليكي المواجع. يا ساتر عليكي، بتتكلمي في حاجات كلها نكد، ما في حكايه خالص عايزانا اقولها تضحك. خلاص بقى معلش. تعرفي انا عايزه اكل، جعانه دلوقتي. ايوه دلوقتي. وما يكونش دلوقتي ليه؟ قومي بقى ايه؟ نعمل طبق بابا غنوج وجنبيه شويه بطاطس محمره، وبعدين طبق تاني في جبنه قريش بالزيت والطماطم. ماشي، وانا هعملك فول بالطش. طب يلا قومي يا اختي. يلا. والله العظيم حسيت بك يا سلامه لما قلت لي ان البيت بتاعك قال لك يا حمار. فلوس حلوه قوي يا جدعان. انا لو معايا فلوس كنت كلته قلم جبته تحت رجلي. على فكره بقى يا جماعه،
احنا لازم يبقى معانا فلوس كتير قوي. ملايين. ملايين ايه بس بتاعي؟ قول مليارات. جليلة باعتني. بعد الجنة. تخيل؟ جليلة اللي كان عندي استعداد ان اديها عمري كله. باعتني عشان خاطر اختها. وبتعمل لي انا محضر في الاسم. بالزمن انا مش طلعت حمار زيك بالظبط يا سلامة. لا طب انا احمر منك بكتير. سوء يا سلامة. حاضر يا باشا. تعالى يا سلامة. حاضر يا باشا. انت حمار ياد يا سلامة. اللي تشوفه سعادتك يا باشا. والجاموسة كمان لزم الأمر يعني. يا جماعة في إيه مالكم؟ إيه؟ أنتوا مغمقينها قوي كده ليه يعني؟ طب عليا النعمة وحادي النعمة دي اللي ما أوعى أشوفها تاني. هنبقى أغنى ناس في الدنيا ونبقى 100 100 100. أنا جعان. من إيه؟ راح. بقول لك إيه يا سلامة؟ ما تكلم لنا البت ساميه تبعت لنا جوزين حمام زي اللي فاتوا دول. اهو النبي يا سلم، ده البت واقعه على بوزها قوي. انا نفسي اعيش. نفسي ابقى بني ادم يا اخي. عايز الناس تحترمني. هو الواحد مننا ايه غير شوية كرامة؟ صباح الخير. صباح الفل يا مرمر. سام صحي؟ ما نايمنيش طول الليل، دماغه مصفحة إلهي يخرب بيته. أوه مورو حبيبي. بونجور سام. بونجور. جيجي اختراع هايل، ميكانيزم عندها مظبوط كتير قوي. زي ليلى بالظبط. سام احنا في حاجات كتير قوي لازم نتكلم فيها. كفايه رحراحه بقى. رحراحه. عارف عارف انا الكلمه دي. رحراحه يعني خد حقك كويس وكفايه كده. انا جاي لك عشان في موضوع مهم كتير. موضوع شغل هناكل منه شهد زي ما بيقولوا عندكم. جميل. بس انا أحب اللي ياخد باله مني ويشوف مزاجي كويس. أوه طب اشرب اشرب. أوه أوه أوه. الباشا موجود؟ اه موجود. اتفضل يا فندم. خير؟ أكيد في حاجة مهمة هي اللي جابتك بدري قوي كده. بصراحة يا باشا عايز أتكلم مع حضرتك في حاجة مهمة قوي. ماله؟ تعالى. عايز تقول إيه؟ عايز أقول يا باشا إن أنا لحد امبارح بس كنت فاهم الدنيا غلط. كان متهيألي ان انا اقدر اعيش زي ما انا عايز يعني. زي اي حد يحدد هو عايز ايه وايه اللي مش عايزه. صحيح فقير بس اهو عايز اكبر برضه. عايز ابقى اغنى من كده. بس اتضح بقى ان انا ما اقدرش اعمل اي حاجه من دول. من غير ما اتنازل عن كرامتي. ومن غير ما اتنازل عن اي حاجه. بس امبارح بقى فهمت يا باشا.
عرفت انا مين؟ ما هو برضه يا باشا الواحد لازم يعرف هو فين من الدنيا وفين من الناس اللي هو عايش وسطها. وعرفت؟ وتعلمت يا باشا. والنتيجة؟ يعني من جور السعيد يسعد. عايز تشتغل معايا؟ يا ريت يا باشا. للأسف يا ريت كان عندي حاجة تناسبك، ما كنتش اتأخرت. كرمني يا باشا. أنت مش كنت عايز تسافر؟ ما أنا فهمت الفولة بقى يا باشا. ما هو بره زي جوه، يعني هو الصفر لما يكون على الشمال هيفرق يعني هو قريب ولا بعيد من الرقم اللي بعده؟ كله صفر يا باشا. أنت ذكي قوي يا حسني، وأنا بحب الأذكياء قوي. وأنا تحت أمرك يا باشا. خلاص عد عليا بالليل، أنا عايزك. تمام يا باشا، عن إذنك. تفضل. ادخل. صباح الخير. يعني صباح الخير؟ ايه ده؟ مين اللي قالك تعملي كده؟ ده الفطار. اصل حضرتك كل يوم بتنزل مستعجل قوي ما بتلحقش تفطر، فقلت لازم افطرك بدري النهارده. كتر خيرك. طب ايه مستنيه ايه؟ ادخل اوضب لك الحمام؟ اوكي. عيني. اتفضل. صباح الخير. صباح الفل. انا متشكره قوي على امبارح. يا ستي انا المتشكر، بقى لي فتره ما اتكلمتش كده. كلامك كان ليه معنى كبير قوي. صحيح انا مش في ثقافتك بس فهمتك. لا لا، هي مش عايزه ثقافه، هي عايزه عقل يفهم بس. طيب تحب اعمل لك فطار؟ لا متشكر، ماليش نفس. لا لازم تفطر قبل ما تمشي. ما تسمع كلامها يا سمير، اصلها خايفه على مصلحتك. يلا غوري من وشي، روحي اعملي فنجان شاي بسرعه. يلا. ايه اللي تزوق دي؟ ايه غوري ومش غوري؟ اللي تزوق؟ زوق مع مين؟ دي خدامه يا حبيبي. اللي بتعمليه ده فيه قله احترام، ما ينفعش تقولي لها اي حاجه ضايقها قدامي، فاهمه؟ حبيبي انا اسفه. بعدين انا جايه من الصبح عشان افطر معاك، بسمع منك كلمتين حلوين، تقوم انت تعمل كل ده؟ انت بايخ قوي على فكره. خلاص خلاص. بعدين انا مش عايز افطر. ماشي. يا اختي هو احنا مش هنخلص من الحكايه دي ولا ايه؟ انت يا وليه يا اللي تتعامي في عينيكي وتتشكي في مصارينك؟ انت يا ام شلبي، يا ام شلبي في ايه على الصبح؟ انا انت مش قلت ان المعدي لجوزك اشترى لك غساله اوتوماتيك تغسل وتشطف وتعصر من نفسها؟ غسيلك غرق الغسيل. في ايه يا ست فتحيه؟ ايه اللي في ايه يا ست فتحيه؟ هو انا كل ما هلمه هنشغله تاني ولا ايه؟ هو يعني بينقط طين؟ بينقط ميه شويه ولميه. طب يا حبيبتي انا طالعه لك اجيب رقبتك على ايدي. قولك ايه بقى؟ ها؟ طيب والله لا انا طالعه لك يا وليه خايبه يا عيني. ايه بس يا حاجه فتحيه؟ الوليه ام شلبي دي ما عندهاش دم خالص، وتتنقور عليا وتقول لي انا عندي غساله بتغسل وتشطف وتعصر لوحدها. طب اهو غسلها بينقط اهو، انا اطمن انا منين اذا كانت الميه دي نضيفه ولا لا؟ معلش معلش يا حاج سامحيني.
لا مسامحها ده ايه؟ اصل انت ما تعرفهمش، ده كهن نسوان، واحنا لو سكتناها هتركبنا. خلاص يا حاج معلش سامحيه، يا بختي من قدر وعفي. لا مش هسامحها. اه طبعا انت بتخاف منها، بتخاف منها عشان لسانها طويل، لكن بقى لازم تعرف ان انا لساني اطول من لسانها طول الطريق الصحراوي. طب يا خايبه يا عيني. يا حاجه خدي بالك يا حاجه، الست دي كانت صاحبه بنتك الله يرحمها، وبنتك كانت بتحبها. يا سلام يا سلام عليك يا زياد، كنت سيبني الاول افش غلي وبعدين تقول لي الكلام اللي مش مهم ده. طب ولو رجعت عملتها تاني؟ خلاص خلاص يا حاج، حقك عليا انا. اقعدي اقعدي بس كده واستهدي بالله. اديني قعدت. ايوه كده. قولي لي بقى يا حاجه، الواد امير فين؟ راح المكتب وخد معاه البت تميمة، وقال لي اقول لك تعد عليه عشان البركه تحل، وطلب مني كمان ان انا اروح ازوره. لكن حزوره ازاي؟ ده انا رجليا بتوجعني وزي ما يكون فيها مسامير بتدق. يلا وزوري زوري تعبان قوي، صوتي مش طالع. صوتك مش طالع؟ مش طالع خالص. طب وما قلتيش ليه يا حاج؟ اقول ايه؟ اقول ايه؟ ده انا خلاص العظمه خلخلت بقى، انا اللي كنت امشي ادب على الارض تتهز تحتيا امشي كده زي العاجز. يلا حسن الختام. لا يا زياد وبتجيلي كرشة نفس يا ابني، والله ما بقدرش اخد نفسي، بتهيألي ان انا روح هتطلع. لا الف سلامة. طب ما قلتيش ليه كنا نكشف عند الدكتور يا حاج؟ نكشف عند الدكتور؟ انا اروح للدكتور؟ ده الدكتور من دول يبقى عندك دمل يقول عندك خراب، تقول له عظم بيوجعني يقول لك عندك كساح، وانا يعني مستغنيه عن بقيه عمري ولا ايه؟ لا لا يا حاجه اطمني، ده دكتور معرفه وشاطر ما تقلقيش. ليه يا اخوي؟ البني ادم طبيب نفسه، الدكتور قال. ماشي. طب سلام عليكم. عليكم السلام يا زياد. نعم. تعالى اما اقول اهو. هو الدكتور يعني انت مطمن له؟ تعرفه كويس؟ الدكتور؟ دكتور ايه؟ حد جاب سيره الدكتور؟ الدكتور اللي انت لسه قايل لي عليه. ايوه دكتور كويس، انا اعرفه ما تقلقيش. طب خلاص يعني، ما دام انت بتضغط عليا قوي كده اروح. ماشي هعدي عليك ونروح له سوا. سلام. مع السلامه. طيب طيب يا ام شلبي، اما اشوف انا بقى انا ولا انت. ها قلتي ايه؟ لا يا اخوي الشغلانه دي خطره وملطوطه. امال يعني سلامه حسني نادر كنت نادراه ولازم توفيه؟ بقول لك ايه يا روح امك، الحدوته دي بقت لبانه في بقك وده مش حلو. يا بنت اسمعي، الحته من دي تعمل 500 600 جنيه في اليوم، وانت هيطلع لك قليله ب 200. يا لهوي 200 حته واحده؟ طب تصدقي بالله لا اله الا الله، على لولا عارف يعني ان القهوه عليها لبش اليومين دول انا ما كنتش خليت حد يشاركني. يعني انا هخلي حد يشاركني في رزقه انا بويه؟ ماشي هات عسل. تعالي تعالي يا بنت. يا لهوي ما تخافيش كده يا بنت، بيتك انا هبعت لك بالاماره، اللي يقول لك الاماره تدي له الحته على طول، وما تقلقيش انا هكون مستلم منه الفلوس. ماشي بس بقول لك ايه؟ ايه؟ لو اللعيب تديلك كده ولا كده انت مش عارف هيحصل لك ايه. لا ما تخافيش، ده انا بحبك. ماشي سلام. علاه فرس فرس. يلا يا جليلة في ايه مالك؟ انت مكسوفة من ايه؟ سلمى مش متعودة على اللبس ده. لا يا حبيبتي اتعودي، وبعدين احنا في شركة محترمة مش في الحارة، ما حدش بيبص لحد. يلا. ايه النور ده؟ ازيك يا سلمى؟ ازيك يا مدام جليلة؟ اهلا. الف مبروك. الله يبارك فيك. اتمنى ترتاحي معانا هنا في الشركة. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. جليلة ازيك؟ منورة الدنيا كلها. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. يا جماعة انا عايزكم هنا دقيقة، تعالى بعد اذنكم. تعالى. انا عندي النهارده خبرين مهمين. الخبر الاولاني عايزين نرحب بالموظفه الجديده مدام جليله. اهلا وسهلا. الخبر الثاني بقى وده الاهم، انا بعلن خطوبتي على انسه سلمى. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيكي. الله يبارك. يلا على شكلكم يا جماعه. الله يبارك فيكم. الله يبارك. امسكي دي.
انا بصراحه مش عارفه اقول لك ايه. ولا كلمه. النهارده انتوا اجازه، تروحوا تجهزوا عشان بالليل هعدي عليكم، النهارده انا عازمكم على العشاء. خلاص يلا هستأذن بقى. يلا يلا. استنى استنى هوصلكم. ماشي يلا. الو، هو ده مش تليفون استاذ حسام من فضلك؟ ايوه يا فندم. طب ممكن اكلمه؟ والله هو عنده جلسه دلوقتي هتخلص كمان ساعه. جلسه ايه؟ جلسه العلاج الكيماوي. هو حضرتك قريبته؟ يا ريت تيجي، ده حالته النفسيه وحشه قوي، محدش بيزوره خالص. انتوا مسايبينه كده ليه؟ حرام عليكم. وفي مستشفى ايه؟ مستشفى الهرم. جاية حالا حالا. ايه اللي واخد عقلك يا هالة؟ قولي يا محمد، هي مرات عبد العزيز بيه ده ماتت من زمان؟ ياه، من زمان قوي، بقالها يجي 15 سنة. بس مش غريبة يعني؟ واحد زي الراجل ده عنده فلوس وما شاء الله، يعني ربنا يزيده، متجوزش تاني ليه؟ أصله كان بيحبها قوي. هو أنت معاهم من زمان؟ ياه، من زمان قوي. الهانم الله يرحمها كانت ست زي السكر، الحقيقة العيلة كلها زي العسل. ما يستاهلوش كل اللي بيحصل لهم ده. ايوه يا استاذ سمير. لا انا مش زعلانه، انا مقدره الموقف كويس، وانا لو كنت مكانها كنت هعمل اكتر من كده. متشكره قوي يا استاذ سمير. عليا، ازيك يا عليا؟ ازيك يا سلمى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت ما رحتش مع عبد العزيز بيه ولا ايه؟ لا رحت، بس جيت بسرعه، عايزك في موضوع. يلا. ايه رايحه فين؟ رايحه اوضب الاوضه لعبد العزيز بيه. طب انت مالك انت، امال تنظيف الاوضه؟ اصل انا بطلع له الفطار قلب ووضبي لي الاوضه. طب بقول لك ايه، اقعدي انت شوفي شغلك وانا هبعت البت زينب تنظفها. لا والنبي يا عم محمد، لا يفتكر ان انا اتكبرت ولا حاجه، خليني انا انظفها المره دي وبعدين ابقى اعمل اللي انت عايزه. انا ما صدقت يا اخويا اشتغل والنبي. ماشي ماشي يا هالة، ربنا يقويك يا رب. خفي على هالة شويه. عليا اخف عليها ازاي يعني؟ مش فاهم. لا انت فاهمه قصدي كويس وعارفه انا بتكلم في ايه. هلا تخصني، وبعدين ما تنسيش ان انا السبب في وجودك هنا، يعني هي بنت حتتي زي ما انت بنت حتتي بالظبط، بلاش تعضي فيها. اظن الكلام واضح. بالاذن يا اختي.
ايه؟ خفتي على درس السواقة؟ انا هقوم واكمل لك الدرس، ما تقلقيش. وإيه الفايدة من النقول؟ أعرف. إنتك عرفت اللي ممكن تعمليه. من إمتى؟ زمان. عشان كده بقى كنت بتقولي أسأل عنك كل شوية. بصراحة أنا خفت لو مت ما لقيش حد يسأل عليا، فقلت يعني لما ما ردش على تليفوناتك وأديك وش خشب وكده يعني هتدوري وتسألي عليا. أنت نادل على فكرة. وعرفت منين؟ أنا قلت عشان كده أنت كنت حنين معايا. قال إيه؟ علشان تعمل خير فتاخد حسنات على حسابي. ها؟ ده وحش؟ والله ما هنولها لك. بس يا ليلى، أنا لما تعبت عرفت أنا لازم أعمل إيه في الدنيا دي. عرفت إني لازم أساعد شخص تاني، أغير حياته لأحسن، أحاول أخليه أحسن واحد في الدنيا حتى لو مش هكون معاه. طب تقدري تقوليلي إيه الفايدة من الدنيا دي كلها لو كل واحد عاش لنفسه؟ الدنيا تبقى وحشة أوي، مش كده؟ لكن إحنا ممكن نعيش لغيرنا، تخليهم أسعد ناس في الدنيا كلها حتى لو مش هنكمل معاه، حتى لو هنموت. انت مش هتموت يا ابني. هتموت ايه بس وبتاع ايه؟ انت اصلا عم زي العفاريت قاعد في الدنيا عشان تفضل تعمل حاجات وحشة عشان تاخد ذنوب قد كده. انت هتخش النار حتف. ها والله العظيم. وانت مش كنت وعدتني ان انت هتعلمني؟ انا لسه عند وعدي. طيب يا اخي، انا اصلا مخي تخين، يعني عبال ما انت يعني تفكر كده هتعلمني ازاي؟ هتاخد لك بتاع مثلا عمرين على عمرك عبال ما نفهم. لو انا اللي كنت فاكره انك بترسم عليا. شفت بقى انك ظلمتني. انا برضو زعلت ان انا ظلمتك. كنت فاكراك بقى بتلون عليا قال عشان تاخد غرضك مني. كنت فاكره نفسي قمر. ليلى، انت ما تعرفيش انت جميله قد ايه. نعم الله يكرمك. انا حنينه وقلبي رهيف وبصدق. بص بقى، انا مشاعري جياشه، انزل اجري اروح اجيب المأذون عشان اتجوزك. طب يلا. طب والمصحف اعملها؟ هو انا طول هتقول اجوز واد قمر زيك كده؟ بطلي كده. بقول لك ايه، انا لازم امشي عشان لو مراد بيعرف ان انا ما فتحتش الجري هتبقى ليله سودا. ليلى، انتي هتيجي تاني؟ لما تقوم بالسلامة هبقى ابوسك في حتة تانية.
شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.